المسلمين يتصورون إن الوحي هو النبوة، ولذلك حينما تقرأ بصورة النحل الآية 67، بسم الله الرحمن الرحيم: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. الله سبحانه عز وجل جل وعلا شأنه يوحي إلى النحل، أنا أقول محمد الذي أوحى إلى النحل. وقائل يقول: الله ولا أختلف، وأطيعوا الله ورسوله، لا تفرقوا بين الله ورسله، يعني هذه آيات بالقرآن، يلا الله محمد شو يعني، الله سبحانه عز وجل رب محمد، هل يستكبر علينا الناس حينما ندعو إلى قضية الإمام الحجة ابن الحسن؟ وقد أوحى الله قبل ذلك إلى الغراب حينما عجز الإنسان عن دفن أخيه، وأوحى إلى الهدهد حينما عجز سليمان النبي صاحب الرسالة صاحب البساط الذي غداوته شهر رواحه شهر، أتاه الهدهد: وأجئتك من سبأ نبأ يقين أحط بما لم تحط به علما. كل هذا يدلل النمل حينما قال للنمل: ادخلوا مساكنكم، أليس كانت رسوله؟ يقال محمد صادق محمد باقر الصدر رضوان الله عليه كان يختبر طلابه اللي يدخلون الحوزة جدد، من هو أصغر رسول؟ إجابه 1 2 3، قال له النمل. قال لك كيف أصغر رسول النمل؟ قال كانت أمرة النمل أن يدخلون، خش، هذا رسول نذير، نذير إن لم تدخلوا إلى حفركم إلى كهفكم إلى 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 بيوتكم راح يدوسكم ويحط منكم شنو؟ ذو القرنين وجنوده، سليمان وجنوده. هذا شيء يدلل، يدلل أراد الله أن يقول لنا: ممكن أنت قاعد نيوتن أوحى إليه أينشتاين، عرف شلون؟ هذا العالم صباح، العالم اللبناني هذا اللي أنتج الكهرباء وقتلوه، أنتج الكهرباء، ولكن هي عملية الإيحاء، عملية الاختراع، عملية الإبداع. أنت عندك رسالة دكتوراه، هذه رسالة الدكتوراه تحتاج نوع من الإيحاء، نوع من الإبداع لم يأتي به قبلك، يعني لو واحد جاي به قبلك ما يمنحونك شهادة الدكتوراه. أنت تجي بطروحة جديدة تفند ما طرح قبلك، لذلك شهادة الدكتوراه تكون فارغة المعنى، فارغة الفحوى، فارغة الجوهر، إن لم تأتي بشيء جديد. ولذلك الطالب يروح للمكاتب هاي المكتبات العفو يسعى يبحث عن شيء جديد بعملية الإيحاء الداخلي له. احنا نحكي الآن وي مثقفين، القرآن يخاطب ذوي العقول، يعتب على ذوي العقول، يعني واحد عنده عقل يخالف علي بن أبي طالب، يخالف رسول الله؟ اللي عنده عقل يتمسك بما قاله رسول الله، اللي ما تتحرك بأهوائه وعبارة عن حمار ما يقدر يخالف رسول الله، الغنم ما بتخالف رسول الله، عرف شلون؟ ولكن الخنازير خالفت رسول الله، خالفت رسول، ذولا أشد نجاسة ممن خالف رسول الله بوصية رسول الله، أشد نجاسة من الخنزير والكلب، دمروا الإسلام تدمير. لذلك احنا ما نحكي على الناس، ولا رسالتنا موجهة للعراقيين، العراق نقطة في بحر، موجهة إلى العالم، موجهة إلى العالم. هل إذا كنا نمل، إذا كنت نملة فاعتبروني نملة سليمان التي تنذركم، أم اعتبروني غراب وقد عجزتم عن دفن أهليكم؟
أو اعتبروني نحلة تريد أن تأكلون من عسلها وهي شفاء لكم. يقول معلمي هكذا خاطب الناس: إن لم تعتبروني غراب أو تعتبروني نملا يريد أن يحفظكم من الصواعق والمحرقات القادمات، اعتبروني نحل فيه شفاء للناس ورحمة. وهو شنو؟ دروب الرجاء، دروب الشفاء. إذن نخاطبكم بعقولكم، هذه الأحداث التي تصير في العالم الآن هي نتيجة الإرهاصات المدمرة. فإن أتى أبو علي الشيباني، مو معناته أبو علي النبي، شو أبو علي؟ من يكون هذا الحثالة؟ يملك شيء؟ لا، وحقكم لا يملك حتى رأيه. ليش؟ إحنا الآن نؤدي ما مريود منا، أما تكون يؤدي ما مريود منك تؤدي أمريكا؟ الإعلام 90 من عند أمريكي. نحن ما يريد منا الإمام الحجة، نقول للإمام: نحن فديناك بأرواحنا وأهلينا وأموالنا. لماذا؟ لأن الإمام قبل 100 سنة ما كان إعلام يحكي عن الإمام، ممكن بس بالعراق وثلاثة أربعة مخربطين بالحجاز يعرفون الإمام، حتى بإيران ماكو. الآن الإمام من هذا الإعلام عندنا نوجه نخلي العالم يعرف من هو أبو صالح لو لا. مواجبنا الشرعي أن نقول من هو المخلص. ساعة يقولون هتلر، ساعة يقولون أمريكا وبوش المدمر، ساعة يقولون بوتين، ساعة يقولون أردوغان، ما من حقنا إحنا. ساعة يقولون نتنياهو، ما من حقنا إحنا نقول المخلص مالتنا الإمام الحجة ابن الحسن.